مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى عدد جديد من برنامج تواصل دوت كوم. لا تزال التظاهرات مستمره وفي اوج توهجها تجوب محافظات عديده وتزداد ولا تتوقف. الشباب يواجهون بقمع امني كرد من القوات الحكوميه واجابه على مطالبهم، وساسة يتحدثون في فضاء فراغي لا قيمة له أمام مطالب الشباب الذين لم يرتدعوا عن النزول إلى التظاهرات رغم وابل الرصاص الحي الذي يصوب تجاههم من القوات الحكومية التي على ما يبدو أنها تتعمد إصابة وقتل العديد من الشبان في أكثر من محافظة بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العراقيين، إلى جانب دعوات لتظاهرات واسعة في أكثر من محافظة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين. مشاهدينا، قبل الذهاب إلى تفاصيل عدد اليوم نطلع معا على العناوين. في العنوان الأول: الحكومة والأحزاب تدفعان المزيد من القوات الحكومية المتعددة من أجل قمع التظاهرات المتواصلة تحديدا بمحافظة المثنى. بعد ذلك نذهب إلى محافظة القادسية، وهناك حرس مقرات ميليشيا بدر تطلق النار على متظاهرين في مدينة الديوانية. ثم إلى ساحة التحرير، وهناك في العاصمة بغداد متظاهرون يتحدثون عن الأسباب التي دفعتهم للمشاركة في التظاهرات. أما الختام فسيكون من محافظة النجف، وهناك المتظاهرون يهتفون: الشعب يريد إسقاط الأحزاب. أهلا بكم. البداية من المثنى، وهناك الحكومة والأحزاب بحسب ما تداول الكثير من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن الحكومة والأحزاب أرسلتا معا مزيدا من القوات لقمع المتظاهرين في محافظة المثنى. نتابع. الآن ننتقل وإياكم إلى مقطع آخر، وفيه متظاهرو السماوة في محافظة المثنى يهتفون ضد المحافظ. نتابع. الدعوات للتحشيد ولمزيد من التظاهرات تتواصل الآن إلى تجمع متظاهرين في مدينة السماوة حتى يشاركوا بمظاهرات يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من تموز الحالي. نتابع. السلام عليكم أهالي المثنى، اليوم مثل ما وعدوكم بأنه تظاهرتهم راح تكون سلمية. أنا أشيد والهوسون، لا سلاح لا رمانات لا غير شيء، تظاهرة سلمية، واللي طالعين كلهم شباب مواليد 2000 95 98، يعني مو بعثية، يعني أمه كانت ترضعة بأيام البعث، ترضع ممه حليب. فإذا صار بعد 5 دقائق ساعة دائرة قلم سري، لا حد يطلع يقول 50 مليار ومظاهرة مسلحة وقنابل وما أعرف شنو ومندسين. دولة سلمية 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 سلمية، غير سلمية ماكو، ما شفنا، شالين أعلام عراقية فقط وشعارات ومطالب لا أكثر ولا أقل. سلمية سلمية، أحلف بعد لو لا، اللي جاي يشوفها سلمية سلمية إن شاء الله، يعني ماكو 50 مليار بعد ساعة ساعتين. سلمية ولا أقلام سرية تحترق. سلمية. أوكي، شعارات ومطالب مشروعة سلمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، وكما أطلق عليها الناشطون والمشاركين أو المشاركون، هي تظاهرات سلمية، تظاهرات لا تزال باتساع وتستقطب العديد من المشاركين في ظل تواصل توافد متظاهري الأقضية والنواحي إلى مركز محافظة المثنى. نشاهد هذا المقطع الذي يدلل على تواصل توافد المشاركين الراغبين بالالتحاق بمثل هذه التظاهرات.
مشاهدينا، من ضمن المتظاهرين الذين ما زالوا يشاركون بأكثر من تظاهرة، هناك متظاهرون نادوا بهتاف خاص موجه إلى الحكومة الحالية، قالوا فيه: الحكومة الفاسدة ما نريدها، وثورة العشرين والله نعيدها. هذا ما هتف به متظاهرون، تعالوا نسمعهم معا. الآن إلى ميليشيا بدر التي أبت إلا أن تكون حاضرة في المشهد، ولكن كيف؟ حرصوا مقرها بدر بإطلاق النار على المتظاهرين في مدينة الديوانية وأصاب بعضهم، كما أفاد شهود عيان وعدد من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبوا ذلك على صفحاتهم في فيسبوك. والآن نتابع وإياكم جانبا من هذه الصور التي تثبت وتؤكد هذه الحالة. خوفنا من طلق دين. شنو هاي؟ وينك تخوفنا من طلق دين؟ هذا طاح الولد، هاي طلق، يلا 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 اضرب اضرب اضرب، يلا اضرب قبالك اضرب. اضرب يلا اضرب 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 عليك قبالك اضرب. اضرب يلا. بحسب ما تناقله مرتدو مواقع التواصل، فإن عناصر من ميليشيا بدر تعمدوا إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وهذا ما يؤكده الفيديو القادم الذي يوثق اعتداء حرس مقر ميليشيا بدر في الديوانية على المتظاهرين. إلى اللقطات الجديدة. Oh!
كما هي العادة وجرت في العراق أن المرأة دائما تشارك في مثل هذه المواقف التي ينبني عليها من خلال الشباب ومن خلال أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم وكل النساء اللواتي يشاركن الرجال في مثل هذه المواقف الصعبة كما وصفها الكثيرون من مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. إلى امرأة مسنة توجه رسالة للقوات الحكومية التي لا تزال تقمع المتظاهرين هناك في بغداد وفي العديد من المحافظات. نتابع معا لنرى ما الذي قالته هذه المرأة. ومن النساء اللواتي يبدعن بإيصال الرسائل إلى الرجال الآن، متظاهر في ساحة التحرير ببغداد يروي ما حدث وسبب مشاركته في التظاهرات الجارية. نتابع وإياكم. إحنا حكومتنا جاي تفيد إيران، من مصالح شوف هسه تعرف صدشي الموجود بالعراق هسه من سيارات من شركات من حتى هذا الأكل ناكله إيراني. اخي كافي شغلونا المصانع مالتنا، شغلونا المصانع، ترى هي مو مساله خدمات. احنا ما عايشين مثل البشر، عفنا كهرباء، عفنا يا اخي والله يا اخي لا انتمي السستان ولا انتمي الصدر وحتى طلع عفت حتى يا اخي ما جاء انتمي حتى الله. بس مستقلين طلعونا من دين محمد يا اخي كافي. من 2010 اول انتخاب لي، اول انتخاب 2010 عمري 18 سنه وهذا يومك 26 سنه صار 8 سنين ماكو شغل ثابت. ليش؟ بس قل لي ليش احنا؟ يعني جاي يفيدون البرا؟ قل لي هذا ناس تركض ورا السعوديه، ناس تركض ورا ايران، ناس تركض ورا كافي المرجعيه طلعوا منها رحمه محمد كافي دمكم. نشطون يقولون من اجل هذه المواجع تتواصل التظاهرات وهو ذاته ما دفع عددا من شباب ورجال وأهالي البصرة للاحتشاد أمام مجلس المحافظة صبيحة الأحد من أجل المشاركة بتظاهرات وصفوها بأنها ستكون حاشدة. يا حرية وين شوين حطوا صبا بين وبين يا حرية وين
ومن هتاف يا حرية وينتش وينتش إلى متظاهرة من البصرة في رسالة للإعداد تقول فيها إليه إنها أو إنه لن ينجح بإسكات المتظاهرين بالرشاوى المدفوعة لبعض الشيوخ بحسب ما جاء في قولها. نتابع وإياكم. على مواقع التواصل الاجتماعي يكثر مشاهدينا الكرام الحديث عن الأسباب، فهذا يطرح الأسباب التي دفعته للمشاركة، وهذه تتحدث عن الظلم، وهذا يتحدث عن القمع. كثيرون كتبوا أسبابهم التي دفعتهم وتدفعهم للمواصلة والمشاركة في التظاهرات الجارية طولا وعرضا على امتداد الخريطة العراقية. جملة من الآراء لعدد من المتظاهرين في ميسان يتحدثون عن مطالبهم. نتابع. نطالب بالكهرباء والخدمات وتعيين العاطلين عن العمل وإيجاد فرص عمل لهم وطرد العمالة الأجنبية الموجودة في محافظة ميسان، خصوصا وأن محافظة ميسان لديها العديد من شركات النفط. لقد أتت شركة نفط ميسان بالعمالة الأجنبية وجلبت لنا أكثر من 3000 صيني، وهذول الصينيين هم ناس سجناء في بلادهم وأتوا بهم إلى بلادنا. ونطالب بالخدمات، نطالب بإقالة ورفع النفايات والأجبال عن المحافظة، خصوصا وأن محافظة ميسان أصبحت عبارة عن مقلع من الأجبال. المتظاهر سعد مختار عبد الصاحب الفهادلي، وشكرا. في هذا اليوم 13 من تموز خرجت شباب وكهول محافظة ميسان للمطالبة بالحقوق والخدمات، وأهم الخدمات هي الكهرباء. الشباب الخريجون عاطلون عن العمل، المعامل معطلة. ميزانية العراق لعام 2018 مبنية على 45 دولار للبرميل، والآن سعر البرميل تجاوز 70 دولار. الفرق بيناتهم أكثر من 120 مليون دولار. تبني 10 محطات توليد طاقة في المحافظات. فرجاء إيصال صوتنا إلى الحكومة المركزية للمطالبة بالحقوق، وشكرا. أبو طرقان المداوم محافظة ميسان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً هاي المظاهرات تشوفونها، كهرباء ماكو، خدمات ماكو، ناس تعبت. يعني أتوقع 5 ساعات تطفى تجينا ساعتين. هاي الناس حقها من تطلع هسه، الناس تعبت والله تعبت. يعني ناس ما متوقع هيك، لا باكر تجي جوز أقوى. يعني تعبنا، طلعت أرواحنا، يعني ملينا. يعني يوم يكذبون علينا وجواز ما حد يطلع، حتى ما حد يطلع لنا، صدق كذا ما حد يطلع لنا. صارع ما يصير هيك والله العظيم. شو ما تشوف الناس، ما حد يقول لها ايش تردون ما تردون، شو الناس ما حد يطلع لنا. الآن إلى فقرة آراءكم. كثر الحديث على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي في فيسبوك التابعة لشباب عراقي عن الأسباب التي تدفعهم إلى المشاركة بالتظاهرات. هذا يريد حقه في وظيفة، هذا يريد حق أبيه، هذا يريد أن يجد الخدمات الإنسانية التي يتمتع بها أي مواطن في أي بلدة أو في أي دولة موجودة فوق سطح
هذا الكوكب. جملة من التعليقات كتبت تعقيبا على الفيديوهات التي عرضناها عليكم في الدقائق القليلة الماضية. نقرأ عليكم الآن أبرز التعقيبات التي جاءت تعليقا على هذه المقاطع المصورة. البداية مع وعد التي كتبت: ثورة ثورة لن تهدأ أبدا مهما فعلوا، علينا فقط التوكل على الله ونطرد الأحزاب الفاسدة. وعد تتحدث عن ضرورة أن يلتف العراقيون حول هدف واحد، وهو مواصلة هذا الحراك حتى إسقاط الحكومة التي وصفتها فاسدة. ومن رعد ننتقل الآن إلى تعليق آخر، وهو لعلي أحمد الذي كتب يقول: الشعب يريد إسقاط النظام، لا مكان للأحزاب الإرهابية وعصاباتهم في العراق، وهو مطلب شعبي ووطني. علي يصف الحكومة بالإرهاب وبالجهاد أو الميليشيا التي تلتف حول هذه الحكومة، ويدعو أيضا إلى مواصلة الحركات الشبابية. إلى تعليق آخر، ونقرأ عليكم ما كتب علي حسن الحسناوي الذي يقول: المثنى إذا ثارت ثارت كل المحافظات، تاريخ ثورة العشرين يشهد لهم. علي يذكر العراقيين جميعا بتاريخ ثورة العشرين، وكيف أنه يجب على المحافظات العراقية أسوة بالمثنى وبالبصرة وبغيرها من المحافظات أن تشارك بهذه التظاهرات الشبابية التي تسعى لانتزاع الحق العراقي لأبنائه. الآن إلى تعليق آخر، وكما تقول صفاء الباشا العبيدي: دم الشهداء ما نريد يضيع، لا تبيعون نفسكم لفلوس ورشاوة، معا لإسقاط الحكومة والأحزاب الإيرانية العميلة. هذه الشابة تصف الحكومة الحالية بأنها تحتكم إلى أجندة إيرانية وليست أجندتها أجندة عراقية تنتمي إلى معاناة العراقيين. في فقرة هاشتاغ نشط خلال الساعات القليلة الماضية مشاهدينا الكرام هاشتاغ البصرة تنتفض. نقرأ عليكم الآن التغريدات التي ظهرت بهذا الهاشتاغ: البصرة تنتفض. في التغريدة الأولى راشد الحربي يكتب: البصرة تنتفض والشعب العراقي يقول على ملال إيران ومن يتبع لها الخروج من العراق. العراق للعراقيين، شيعة وسنة، ميليشيات المالكي والعامري، ناهبة، ثروات البلاد. البصرة تنتفض. هذا الشاب يريد أن يؤكد على وحدة العراق والعراقيين، وكيف أنه ينبغي على الجميع أن يواصل هذه الحركات الشعبية المتواصلة. إلى التغريدة الثانية. في التغريدة الثانية بيرق سلام تكتب: تبا لمن جعل العراق مظلما فتمن علينا الدول بإنارته، الخزي والعار للحكومة البائسة المستعطية. بيرق تذكر العراقيين بأنه لا يحق لهذا الوطن أو لا يصح لتاريخ هذا الوطن أن يتسول للأسف بين قوسين من الدول المجاورة حتى تضاء بيوت العراقيين، وهذا كله بسبب الحكومة العاجزة عن حل مشاكل العراق. إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبها باسم الكناني يقول: لا فائدة من محاورة حكومة أحزاب وميليشيات لا عراقية وأخذ وعود منها. الوضيع يشير إلى أن الحكومة غير عازمة بتنفيذ حقوق المتظاهرين، فالأيام القادمة ستتحول التظاهرات إلى عصيان مدني لا محالة. باسم يتنبأ بمستقبل هذه التظاهرات إذا تواصل التعنت الحكومي واستخدام الرصاص الحي ضد المطالب السلمية الشعبية الحقوقية المشروعة لعموم العراقيين. إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة كتب كرار يقول: كان الأولى في بلد يعاني من شح المياه صيفا أن توفر صهاريج المياه لإرواء الناس لا لتفريق مظاهراتهم. ختم هذا العدد من تواصل دوت كوم مشاهدينا الكرام، وفيه نشاهد جزءا من نشيد لشباب من محافظة البصرة أكدوا فيه أنهم سيواصلون تظاهراتهم حتى تحقيق كافة مطالبهم. حفظ الله العراق والعراقيين الذين ينشدون حياة كريمة تصون كرامتهم وتضمن حريتهم. إلى اللقاء. وأصدر البيان التالي: أولا، إلى كل العراقيين الشرفاء من رجال الدين ومشايخ ووجهاء ومثقفين وطلبة علم وباقي الشرائح الأخرى لمساندة المتظاهرين وتأييدهم في المظاهرات السلمية.